ونتمنى ان شاء الله يعني نلتقي مع حضرتك ان شاء الله في محافل اكبر واكبر في الفترات القادمه. اذا تسمح لي يعني انا ما ليرفع الفارق الى 19 نقطه 19. وشايفين دلوقتي يا جماعه اللاعب جورج ويليام والحوار بينه اوبا وبيسجل سيد يشتت ذلك بطبيعه الحال عقليه وتركيز اللاعب عندما يبدا بالتركيز مع حكم وعبود فريده. الله على الباصه الله على التسجيل الاول الى ويليامز. ويليامز على البيك رول. ويليامز مميز على التصويب الثلاثي. ويليامز يحاول بالون ان ون. ويليامز نقطتين يسجل ويليامز. البشير مش بيسجل من مره. سجل بقى يا راجل افتح الزون سجل. ويليامز في صناعه اللعب. ويليامز على البيك رول. ويليامز محاولة الدخول محترف فريق البشاير بطريقة ممتازة وبالفيدوي يحطها حتى على المربع وحضراتكم بنشكر الأستاذ سامر سعادة على وجوده معنا وعلى المجهود الكبير المبذول من سيادته. محترف لنادي السد لكن هناك بايرن كيلي يعني تحرك الى الجهه اليسرى حاولت التصويب والتسجيل. اللاعب العملاق 22 الكسندر العملاق و شوت لقاء بعد هذا اللقاء وديربي السلة العربية واللبنانية سنتابعه معكم على الهواء مباشرة بين الحكمة والرياضي. الحكمة والرياضي في لقاء في الثامنة والكرة دلوقتي مع اللاعب رقم 13 جورج ويليام وداخل جورج وبيسجل باليسار. تقريبا نصف نقاط فريق الرياضي سجلهم زينون بيستخدموا فكرة على قيمة هذا اللاعب. سلم لجورج لا بجورج أربعة اللاعب عادل صالح واللاعب جورج وراح نفس البشاير واللاعب كريستوفر وجورج منتخب وفريق البشاير العماني الى 70-55 كريستوفر جورج ويليام بيروح في وسط الزحمه ويحاول ويسجل. لا يوجد انانيه عند اللاعبين لكن ما فيش دعونا نقول على المستوى التكتيكي لنكون محددين اكثر. على المستوى التكتيكي ضعيف السد القطري اذا ما تكلم. خارج الملعب على البيك رول مره ثانيه جورج ويليامز التصويبه ثلاثيه يسجل البشاير ويتخلى